تقريبية لعدد القطع المستجلبة أو المستردة بعمليات التي قدمها المجتمع المحلي والجهات المختصة حوالي 35,000. قسم كبير منها دخل بعمليات الترميم والتأهيل لإعادتها للعرض الطبيعي، وقسم أودع بعد العرض على الخبرة الفنية وتحديد زمن وماهية القطع وكونها مزيفة أو لا. دخل مستودع أودع المستودعات تمهيدا لإعادته إلى عمليات التأهيل الفني، ومن ثم عرضه ضمن صالات ومتاحف القطع. الحرب على سوريا كانت حرب على التراث السوري ولضرب الهوية السورية المعروفة بأصالتها وعراقتها.